صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الخميس 6/4/2023. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة. والنهاردة يعني الحلقة ما قبل الأجازة. احنا صباح الفل عليك تقول الأخيرة. لا ما قلتش الأخيرة عشان الأخيرة دي كلمة مش ظريفة. ماشي صباح الخير. صباح الفل. ما قلتليش نهارك سعيد. نهارك سعيد هبة هانم. نهارك سعيد اسحاق بيه. أهلا. صباح الفل وصباح الخير وصباح السعادة، صباحكم كده رب رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وكل أمنياتنا الجميلة لكل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. قبل الأجازة وهتوحشونا جدا في الفترة دي، لكن محدش الحقيقة يعني بيبقى عنده وقت غير إن أسبوع الآلام بنقضيه كله في الكنيسة. كل سنة وأنتم طيبين يا رب كده وبألف خير. إيه؟ تاني إيه؟ إيه؟ انا لما قعدت احط الحلقات او الافكار او الحاجات اللي فتحناها مع الناس في الانترو كذا مره ورا بعض، لقيت انه ردود افعال الناس عليها انه فعلا في حاجه كبيره اتغيرت وفي ناس كتير قوي موجوعه. يعني اللي هي بقى اللي بيشتكي من شخصيات صعبه بيتعامل معاها، اللي محتاره اتعامل مع الناس ازاي اللي اتغيرت وطريقتهم اتغيرت واخلاقهم اتغيرت، واللي بيدي لنفسه مبرر لما بنتخانق او تحصل مشكله يقول لك ما هو اللي استفزني، ما هو اللي عمل، ما هو اللي سوى، طب ارد عليه ازاي؟ ده ما ينفعش حد يتعامل معاه غير بطريقته، هو ما بيفهمش غير كده، هي دي الطريقه اللي تنفع معاه. فالواحد لما قاعد يفكر كده، طب هو الصح اتعامل مع الناس زي ما بيتعاملوا معايا؟ يعني اعاملهم باخلاقهم؟ ما هو انا مضطر ان انا اعمل كده، ولو انا سكت واتعاملت باخلاقي وبتربيتي الناس بتستضعفني وتشوف ان انا وانا وانا، ولا ماليش علاقه بيهم وباخلاقهم وسلوكياتهم وطريقتهم واتعامل على حسب اخلاقي؟ ده سؤال بتساليني انا يعني؟ رايك. رايي انا؟ اه كتر خيرك، انا مبسوط ان انت يهمك رايي يعني. بصي انا لو مش عايز تقول انا كمل عادي. بصي انا شايف اني لا اتعامل باخلاقي ولا اتعامل باخلاقهم، انا ما اتعاملش خالص اخلاق جرين. لا ما اتعاملش خالص، بس لو انا مضطر اتعامل هتعامل يعني بحكمه شديده، اللي هو لا هتعامل باخلاقي ولا هتعامل باخلاقهم بجد. يعني هاخد طريقه كده في النص اتعامل بيها، لان انا لو اتعاملت باخلاقهم هم مثلا اخلاقهم سيئة فأنا مش هينفع تبقى أخلاقي سيئة، تمام؟ ولو اتعاملت بالذوق والأدب والأخلاق برضو إحنا عندنا مشكلة إن إحنا لا نقدر الذوق والأدب، يعني ما بنقدرش فكرة. مش كل الناس بتقدر. لا معظم الناس ما بتقدرش الذوق بس مش كل الناس. معظم الناس معظم خلينا نقول معظم الناس ما بتقدرش فكرة إن فلان بذوق فأنا كذا، لا كل واحد ذوق يبقى أديله مش مشكلة، ده ما بيزعلش. تمام؟ فأنا يعني ممكن لو مضطر أتعامل بحرص شديد جدا جدا، لهوصل لمستوى متدني لأخلاقهم، لأن إحنا ما بنقول أخلاقهم معنى كده إن هم أخلاقهم ممكن تكون مش كويسة، صح؟ ولا كمان هتعامل زي ما بتعامل مع الناس بابتسامة وأهلا وسهلا ومش عارف إيه وبتاع إيه. أنت مثلا حد أنت بتشتغلي في مكان مثلا في مجال الحسابات ورايحه تطلبي فاتوره من مكان، كل ما تروح الفاتوره تقولي يا عم امشي بقى انت كل شويه تجي لنا، هو مفيش غيرك بيجي لنا، وده بيحصل مع ناس كتير جدا. لو قال له تحت امرك ومفيش مشكله وبتاع ومشي، كل مره هيعمل مع نفس القصه. في نفس الوقت لو دخل فيهم زي ما هم بيتعاملوا هتبقى الموضوع هيكبر وهتبقى هيخسر نفسه وممكن يخسر حاجات كتير. فانا رايي يعني اللي هو لا باخلاقي ولا باخلاقه، يعني لا يتعامل بالذوق الزياده اللي الناس ما بتقدروش خالص، ولا ينفع ان هو يبقى باخلاقهم، لانه طب انت كنت بتقول ما هو معنى كده ان هم اخلاقهم وحشه، بس هو في ناس انت ممكن تشوف انه مش فكره اخلاقهم وحشه، بس هو عارف لما تقول كده لحد الناس دول مش شبهنا. يعني هم من وجهه نظرهم هم صح، يعني انا مش بعمل حاجه غلط، بس انت شايف او تقول حتى لاولادك او للناس اللي حواليك تقول هم ناس مش شبهنا، ما ينفعش نبقى مع بعض، ما ينفعش يبقى تربط بينا علاقات واحنا مش شبه بعض. ما هو واحد بيتكلمك ان هو النصب ده حاجه عاديه ودي تجاره واللي مش عارف ايه اللي فيها التجاره شطاره ومش عارف ايه، زي ما واحد هو شايف ونصاب. في واحد عمره ما حط سيجاره في بقه ما بيدخنش ودي مبادئه واخلاقه بالنسبه له، واحد تاني شايف ان التدخين ولا حتى لو لفت السيجاره ايه جواها عادي يعني، بس هي السيجاره كسيجاره مالهاش دعوه بالاخلاق. لا مبدا انا لسه كنت عايزه اقول لك ده ليه. عايزه اقول انه مش بس الاخلاق، خلينا فكره المبادئ، انت بتقول على اخلاقي ولا اخلاقهم، بس احنا لازم نبقى عارفين حاجه واحده. ايه هي؟ مبادئي ما تتغيرش، مبادئي ما بتتغيرش، اللي ملوش مبدا
مش عارفة أقول إيه في الحياة، يعني اللي ملوش مبدأ، ملوش كيان، ملوش شخصية، ملوش هوية، ملوش أي حاجة خالص، لأنك أنت وقتها عندك استعداد أنك تغير أي حاجة وأنك تعمل أي حاجة على حسب الظروف ومتغيراتها. ما أنا بقولك أنت دلوقتي مضطرة تتعاملي، مضطرة تتعامل حاجة وتغير مبادئك حاجة. شكرا بقول إيه هي فكرة، لا من غير أنت عندك مبدأ في حياتك أو مجموعة مبادئ، أنا مش هغير مبادئي دي، لكن من الحكمة إن حد ما تعملش معاه خالص، من الحكمة إن أنا حد أتعامل معاه في حدود، من الحكمة إن ناس أصلا حتى لو سمعت حاجة ضايقتني ما ردش عليها طبعا. ومن الحكمة في وقت معين يكون ليا رد فعل شديد جدا طبعا. لازم إذن أنا أعمل إيه؟ إذا أنا هتجنبه لا بأخلاقي ولا بأخلاقه، مش هقعد بقى أقيم أخلاقهم وأقيم مش هقيم بس ما تناسبنيش مش هبقى كده، مش هتعامل أصلا. يعني أنا مع فكرة إن أنت ما تتعاملش أساسا، تقول لي لا الخصام، أنا ما بقولكش خصيم، أنا ما بكلمكش على حد مثلا أخوك أو يعني بكلمك على ناس بعيدة أنت مضطر إن أنت تتعامل معاهم. وحتى صدقوني حتى لو مشاكل في البيت الواحد مثلا بيت عيلة أو كده أو بتاع، أنا بشوف إن إحنا لا يعني لو اللي قدامي تدنى في الحديث أو تدنى في المعاملة أنا ما عملوش بنفس المعاملة ولا حتى أتعامل بأخلاقي. برضو فكرة الفصل دي فكرة لطيفة جدا، فكرة إن إحنا ما يبقاش في تعامل، دي حاجة يعني في أوقات اللي ما بيسموها اختصار، مش معناها خصام لكن اختصار، يعني لا انا بحمل ناحيته اي ضغينه ولا اي حاجه وحشه، لكن مضطر ما اتعاملش عشان لو اتعاملنا ممكن الموضوع يسوء اسوأ واسوأ. في ناس ممكن تكون بتاكل وتشرب معاهم، بتخرج معاهم، بتربطك بيهم علاقات معينه، لكن لان هم مش شبهك بنيجي في وقت من الاوقات ما ينفعش يكون بينا كده، فلازم يبقى بينا اختصار، يبقى لازم بينا حدود، يبقى لما يحصل موقف بشتري نفسي وبشتري كرامتي وبشتري مبادئي بان انا ما اتعاملش، بس برضو بنقول انك مش بتتخاصم لكن بتختصر. وفي اوقات كتير لازم يبقى لك موقف، الموقف ده انك تقول لا للحاجه اللي مش عاجباك واللي ما تناسبكش اصلا، من غير لا تخاف ولا تقلق ولا تعمل حساب، لان الذوق كتير قوي لما بنستذوق وما تردش وما تقولش لا او لحسن فلان يزعل، يعني انك ما تقولش لا على حاجه عشان انت خايف تخسر اللي قدامك فبتتماشى معاه، او في بعض الاحيان عشان الناس ما تحسش انك انت طب ما انا الوحيد اللي هبقى منبوس في وسطهم ولا في وسط الشله، خلاص ماشي يعني هي دي اي حاجه وخلاص. لا خلاص انت كده تنزلت عن مبادئك مقابل ان انت ترضي مجموعه من اللي حواليك، والحاجات دي او التنازل عامل زي كده ما تحط صابون سائل على السلم واقف على اول سلمه تروح واخد الواحد ونازلة بيه من غير ما يحس، تلاقي نفسك في آخر السلم تحت. ده حصل امتى؟ انت نفسك مش هتبقى فاهم، انت نفسك مش عارف ده حصل لك امتى، امتى اتغيرت وامتى اخلاقك اتغيرت وامتى مبادئك كده اتغيرت، مش هتبقى حاسس بنفسك. فحاجة تجيب حاجة تجيب حاجة. يوستينا صباح الفل. نهاركم سعيد. نهارك سعيد. اهلا اهلا. الحمد لله. وانت طيبة يوستين، قولي لنا رأيك، تعاملي الناس بأخلاقك ولا بأخلاقهم؟ لا هي بصي يعني في ناس يعني تخاف ما تختفيش، يعني ممكن لو انت مثلا بتتعاملي مع ناس اخلاقها مش كويسه ممكن بيقولوا الفاظ مش كويسه، يعني انت مضطره ان انت معاهم مثلا في البيت او في الشغل او في اي مكان. ايوه لا يعني مش هينفع ان انت تتعاملي معهم بالالفاظ مش كويسه مثلاً. طبعا فانت هتحط في حدود، هينفع يعني بصي توقفهم عند حد، ممكن انت تبقوا موجوده بس تعمليش معاهم بالمعامله اللي هم بيعملوها وباخلاقهم عشان ما نبقاش شبههم كده. ايه الفرق بيننا وبينهم؟ وكمان لو مثلا انت يعني حد هادي او لو قدامك حد عصبي يعني فاهم تتعامل معاه زي ما هو بيتعامل، فساعات يعني اخلاقي مش هتنفع معاهم بس انت عارفة يا يوستينا وانت بتقولي في ناس تخاف ما تختشيش، يعني في ناس كل ما تسكت لها تزيد. ايوه فعلا. يعني انت تستذوقي لما تستذوقي مع ناس معينة بتزيد فيها. ايوه طبعا. بس لا انت برضه تقدري مثلا ما تخاف ما تستفيش، مش معنى ان انت تتعاملي معهم بنفس اسلوب. لا طبعا. ازاي توظفيهم عند حدهم. صحيح عندك حق. والخوف مش ان هم يعني تتنادي معاهم في الغلط. اكيد صحيح. اكيد. شكرا ليك يا يوستينا. هي بصي الفكره في ايه؟ الفكره في فكره انا عايز اتعامل مع الناس بس من غير ما في الاخر مش اخسرهم بس لكن ما اخسرش نفسي. ان في واحد دايما بيدور على فكره ما تخسرش حد، ما تخسرش حد، ما تخسرش اللي قدامك، ما تخسرش قريبك، ما تخسرش جارك، ما تخسرش بتاع، لغايه ما هو يلاقي نفسه في الاخر هو خسر نفسه، هو يعني بقى مسخه
ما ده بيزعله وده بيزعله وده بيزعله وده مش فارق مع زعله ده مش فارق، لان خلاص هو بيتصالح، هو بيجي بسرعه، وهو انسان مسالم طول عشان هو فرط في حق نفسه اصلا، فرط في حق نفسه. ومش هي دي يعني يعني اكيد اكيد ربنا مش عايزنا نبقى كده، يعني اكيد ربنا مش عايزنا نبقى مسخه يعني. بالعكس، ده عايزك تاخد حقك بالقانون وتعبر عن رايك، ويكون ليك دور، ويكون ليك تاثير، ويكون تعرف ترد. مفيش حاجه اسمها نتصالح كده خلاص خلاص، الله يسامحك الله يسامحك وخلاص. لا، لازم نضع حدود لما نيجي حتى فكره ان احنا نتصالح، او فكره اي حاجه ان احنا مش خلاص حبوا بعض. في ناس بتعمل كده صدقيني، انا بشوف ناس لما بيبقى مثلا حد جاي له مشكله ولا حاجه، ومهما كانت المشكله كبيره، ما خلاص بقى وبتاع ايه وبتاع وساعد الشيطان وبتاع، حبوا بعض ويلا مش ده. هل ده بيكمل علاقه كويسه مع انت قفلت على حاجه غلط من تحت، برافو عليك. قفلت على حاجه عامله زي الجرح اللي قفلت عليه واصلا ما تنضفش، مع اقرب حاجه هيمدد ويبوظ وبهدل الدنيا. فهي الفكره في كده. احنا النهارده بنتكلم على العلاقات، ويمكن انت قلت كلمه حلوه اللي هي الحدود، فكره الحب. معانا لازم يبقى في حدود، والحدود دي مش معناها اللي هو بحط حيطه بيني وبين اللي قدامي، لا، ده الحدود مع اخويا ومع ابويا ومع جاري ومع قريبي واحد اصلا. هو كل واحد لازم يبقى حاطط حدود، بس بشكل مختلف، وكل واحد يحترمها حتى في البيت الواحد. احنا مع عيالنا، واحد مع مراته، واحده مع مع جوزها، كل حاجه. فاكره انت يمكن من سنتين ولا حاجه كنا اتكلمنا، انا فاكر انا الموضوع، كنا اتكلمنا في الحدود، وبعدين قلنا الزوج والزوجه، قلت مثلا ان شنطه الزوجه مش من حق الزوج انه يقعد يفتش فيها ويقلب فيها، ممكن يقلبها على الترابيزه عشان يشوف جواها ايه. هي دي نقطه من نقط النقطه من نقط الحدود. أيوه. ونقطه من النقط اللي هي تبوظ الدنيا. فقصدي اقول الحدود دي مش معناها ان احنا ما بنحبش الاخر، مش معناها ان احنا بنحط حيطه بيننا، بالعكس، ده احنا بنحط بس حدود عشان كل واحد فينا يعرف يتعامل، يعرف اوله ويعرف اخره. يعني بالظبط كده. هو احنا لما بنقفل على حاجه من غير ما نصلحها ونحط فيها حدود وننظفها بتبوظ. اي جرح هتقفل عليه واي حاجه غلط هتقفل عليها وتديها شويه مسكنات وتحط لها كريمات من تحت، هتعمل صديد وهتمدد. واحيانا بيبقى الدكتور بعد كده عشان احنا قفلنا عليها غلط بيحصل بتر، يعني ربنا يبعد عن الناس كلها بيحصل فيها بتر. لكن لو كانت اتنظفت من الاول واتقفل عليها صح ما كانش ده حصل. العلاقات بين الناس هي كده بالظبط، لما بيكون الاساس بتاعها صح بتكمل صح، وممكن لو حصل فيها مشكله تتعالج. لكن لو اتقفلت على كل حاجه وحشه تحتها هتبوظ وهتمدد وهيجي وقت وهيحصل بتر. وخلي بالكم انه الانسان اللي بيسكت وبيعدي وما بيردش على حاجة كان مفروض يبقى له موقف فيها، الناس بتقول عليه ده ولا بيهش ولا بينش، لا بيعمل ولا بيسوي، فالناس بتستضعفه فبتيجي عليه أكتر، وهو مش عاوز يتعامل بأخلاقهم، وبالتالي الناس جات عليه. فالناس بتشوفه سلبي، الناس بتشوفه لا بيهش ولا بينش. لازم، وده مش معناه أن أنت تبقى وحش ولا تتعامل بأخلاقهم، بس لازم يبقى لك موقف، لازم تقول الغلط لأ، لازم ما تقبلش حد يجي عليك وعلى كرامتك. وده أبدا لا ضد المسالمة ولا ضد المحبة. طب ممكن أقول لك حاجة كمان؟ طبعا. مش لازم الموقف ان انا رد. لا طبعا مش لازم بالرد. انا عايز اقولك ان عدم الرد نفسه بيعمل للانسان هيبة. هو رد يعني. أيوة، عدم الرد رد يعني، عدم الرد الانسان لما بيسكت المجتمع او المكان اللي هو فيه بيهابه لانه ما فضحش افكاره. ما انا النهاردة لما هشتم وطلع كل اللي جوايا واقوله وعملت وعلي صوته وبتاع انا جبت اخري، لكن لما هسكت اللي قدامي مش عارف فين اخري، فيبقى يهبني يعني، يبقى قلقان مني. فمش ما نقصدش ابدا بفكره انت تاخد حقك، انت كل شويه تقعد ترد وكده وترد هنا وترد. مش بستغرب حتى ناس على السوشيال ميديا ما شاء الله يعني ما فوتش حاجه غير لما يرد ويبقى له رد يجيب رد والرد يجيب رد ورد. لا طب يعني ده عدم الرد في حد ذاته حكمه، وعدم الرد في حد ذاته اوقات كتيره جدا بيعمل مهابه للشخص، بس مش عدم الرد في الحق. يعني ما اقصدش ان حد يكون في كلمه حق تنجي حد او تخرج حد من السجن وبتاع ويقول اصل انا ما بردش حكمه يعني. لا، احنا بنتكلم في العلاقات الشخصيه والعلاقات العامه. حط كده بين قوسين جمله يا ريت من اللي انت قلتها دي ناخدها نتعامل بيها، بتحصل في مواقف كتير قوي بنبقى محتاجينها، ان كتير بيبقى افضل رد هو عدم الرد. صحيح. ان اللي قدامك ما يعرفش ايه اخرك، لكن لما بتتكلم وتزعق وصوتك يعلى وتفضل تقول انا وهعمل
جاب اخرك خلاص كده، هو فهم راسك من رجليك ودنيتك رايحة فين وخلاص وشكرا. ما تديش فرصة حد انه يعرف اولك من اخرك ايه، وده لوحده بيقلي، وده لوحده بيبقى رد. يا مدام عفاف صباح الفل، او نهارك سعيد. نهارك سعيد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، قولي لنا رأيك، يلا بتتعاملي بنتعامل بأخلاقنا ولا بأخلاق اللي قدامنا؟ بصراحة بلاقي اللي قدامي صعب قوي أنزل لمستواه، بس باخد جنب منه خالص. مجرد أكمل حتى يعني لما بقابله في طريق بغير طريقي، لأن بصراحة متضايقة منه ومضايقني على الآخر، فالموضوع ده بيضايقني وبفكر ان انا ابعد عنه نهائي. اتحطيتي في موقف يا عفاف انك انت حد يستفزك قوي قوي ويبقى طبعه صعب، بس مش هتعرفي ان انت تمشي من قدامه وتروحي من طريق تاني، فتلاقي نفسك مجبره في الوقت ده ان انت تردي غصب عنك، ترجعي مثلا تقولي ده استفزني بطريقه مش مباشره. اه بيتحرج وبيعرف ان الكلام عليه. بصراحه انا بزعل لما بعمل كده، بس عايزه اكلمه مباشر، الموضوع يكبر وانا ما بحبش يعني هقول هنزل ليه مستواه، يعني هو يتكلم براحته يستفز براحته. يعني مثلا ما اكون يعني معرفه كويسه كده، اما بلاقيه في الحته دي فاروح بعد عنه خالص. يعني بيضطرك ساعات ان انت تلاقي نفسك بترمي عليه كلام من غير ما تقصدي او من غير ما تحسي، يعني لانك مش عايزه تواجهيه مباشر. هو بيطلع مني غصب عني، بس هو بفهم ان الكلام عليه وبعد كده باخده واحده واحده جنب لحد ما اخلص منه خالص. تمام، ربنا يدينا حكمه. شكرا ليك يا عبد. شكرا. ابعتوا لنا قولوا لنا على يعني اتصلوا بينا. اتصلوا بينا وارقام التليفونات تبقى قدام حضراتكم على الشاشه، بنحب جدا نسمع تعليقاتكم. طب انا عايزه بس معلش نقول حاجه بس سريعه نخلي بالنا منها، ما مش قادره ان انا ما اقولش كده. بس احنا من فتره فاتت كنا بنقول لكم على موضوع اللايف على صفحه البرنامج، وبنقول لكم علقوا على الصوره. اليومين دول في مشكله في صفحه القناه على الفيسبوك، فمن فضلكم بلاش ندخل لما نلاقي على الفيسبوك اي صفحه عليها اسم سي تي في، فاحنا عليها صور البرامج وصور المذيعين وصور، ندخل نعمل لايك وخلاص. فمن فضلكم ما تعملوش كده، اي صفحه جديده اي حاجه جديده اي هتلاقونا نبهنا عليكم ونوهنا في البرنامج، احنا وكل زمايلنا في كل البرامج هنقول لكم ده صح وان ده غلط، لكن مش اي حاجه تلاقوا عليها صور او لوجو القناه او اسم مش عارفه برنامج ايه او صور المذيعين ايه تعملوا لها لايك وتبقى هي دي صفحه القناه. هو للاسف يعني الصفحه مش موجوده دلوقتي بالظبط، هي فيها مشكله فمش مش موجوده. كنا بنستمتع بتعليقاتكم، لكن عايز اقول تاني في ناس كتيره بتقول طب احنا عايزين نشوف اللايف بتاع البرنامج او نشوف البرنامج بشكل مباشر واحنا مش قاعدين في البيت، وفي كتير جدا بيبقى عايز يشوف في السكه في راكب مواصله بتاعي، ففي الابلكيشن الخاص بقناه سي تي في موجود على الاندرويد والاي او اس، هتلاقي مكتوب عليه سي تي في ايجيبت، لو حضرتك حملته بتقدر تشوف صباح النور مباشر كانك بتتفرج على التلفزيون بالظبط، كل حاجه بتيجي في التلفزيون على شاشه التلفزيون بتبقى موجوده كمان على الابلكيشن. وعايز اقول ان احنا يعني على قد ما نقدر اداره القناه بتحاول بتجتهد تعمل كل حاجه عشان تعليقات حضراتكم وعشان صوتكم وعشان رايكم، ده الحاجات دي بتفرق معانا جدا جدا، وبنعتذر اذا كان بيحصل عطل فني في صفحه من الصفحات او مشكله من المشاكل، لكن بنحاول نحلها وان شاء الله تتحل. صلونا ان الصفحه ترجع تاني والتعليقات ترجع تاني واللايف كمان يرجع تاني، بنتمنى ده يكون ان شاء الله بعد الاجازه او حتى قبل الاجازه للناس اللي هتتابع كل ما يخص يعني اسبوع الالام على شاشه سي تي في، وان شاء الله الدنيا ترجع. يعني ايه اللي بيستغل مثلا في مشكله في الصفحه في وقت من الاوقات يبقى في بقى جروبات باسم سي تي في، صفحات باسم سي تي في، هتلاقوا الموضوع ده كتر بسبب ده، وانتم عارفين المشاكل بتاعه السوشيال ميديا شكلها ايه في صفحات، يعني النفوس اللي بتعمل الحاجات دي هي كتير. فبغض النظر عن كل التفاصيل تقدروا تتابعونا من على الابلكيشن، حتى وانتم بره البيت تفتحوه هتشوفوا اللايف بتاع البرنامج واي برنامج تاني انتوا بتتابعوه، كل برامج القناه تقدروا تشوفوها على الهواء كانك فاتح التلفزيون في البيت من خلال الابلكيشن، تقدر تعمل لنفسك اكونت ويبقى خاص بيك وبكلمه سر وبكل حاجه وتتابع من عليه كل اللي انت عايز، تقدروا تتواصلوا معانا، ارقام التليفونات معاكم في اي وقت، بيسعدنا جدا تليفوناتكم، وان شاء الله في اقرب وقت ممكن موضوع الصفحه ده يكون اتحل، واحنا اللي هنقول لكم دي الصفحه الرسميه بتاعتنا اللي تقدروا تتواصلوا من خلالها. طيب معانا استاذ شحاته. استاذ شحاته اهلا بيك. صباح
السعاده يا استاذ اسحاق. صباح الورد، صباح الفل. صباح السعاده يا استاذ هبه. يا صباح الفل عليك يا استاذ شحاته، اهلا بيك. اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وهتوحشونا الاسبوع الجاي. ربنا يخليك وانت طيب، انتوا كمان هتوحشونا. هتوحشونا خالص الله. تعيش. هنتعامل مع الناس يعني بطريقتنا وبشخصيتنا، ولا هنتعامل معاهم باسلوبهم وبطريقتهم؟ راي حضرتك ايه؟ والله ده مبدأ، أنا عاملهم بمعاملتي وهم هيلقوهم كده مش كويسين، بس يعني أخد حق منهم بعد كده خلاص. ما يعني لو حد في مجال شغل حضرتك وبيعاملك بمنتهى قلة الذوق وبيستخدم أسلوب مش حلو، وهو لسانه فلت منه شوية وبكده، حضرتك هتتعامل معاه بأسلوبه ولا هتتعامل معاه برضه يعني بمنتهى الأدب؟ يعني ما الصح فين؟ لا بسلوبه، لا انا لازم اكون مؤدب واعمله بالادب بتاعي واعرفه الحقيقه واعرفه حق ازاي وهو الحق ازاي، وبعد كده خلاص انا اجنبه. صحيح. اصل هي مش كل الناس بينفع معاها ان احنا نقول لها، ومش كل الناس لما بنتكلم معاها بالذوق بتستجيب، يمكن ده السبب اللي خلانا فتحنا الموضوع ده. لو حد صعب وانت مش عارف تتعامل معاه غير ما بيفهمش بطريقه الذوق، مش عاجبه طريقه الذوق، ما بيقدرهاش، فبيضطر الواحد انه يتعامل بنفس طريقته، ولا يقدر يمسك نفسه كده وما يتعاملش وما ينجرفش كده الاخلاق اللي قدامه. لا امسك نفسي واعامله بعملتي انا بكل الادب والاحترام، وهو مفيش فايده فيه ما خلاص يعني حاجه ترجع له هو. تمام. شكرا ليك يا شحاته. شكرا. عايزه برضو ارجع اقول حاجه هبه، عايزه اقول ان معامله الناس بتحتاج مزيد من يعني بالخبره، مش يعني مش بكلمتين هقراهم مثلا او كلمتين اسمعهم. يعني احنا حتى علاقاتنا بالناس وتعاملاتنا معاهم محتاجه خبره التعامل. يعني لان احنا لما بنتعاملش او بنبقى في مجتمعات منغلقه جدا، ما بنخرجش وما بنتعاملش وما بتاع، بيبقى الفرصه ان احنا نعدي من حوارات كتير جدا وكلام مع ناس بتبقى صعبه. فحتى التعامل مع الناس محتاج خبره، خبرة دي هي دي اللي بتدي حكمة. بدليل انك لو شفت حد تاجر مثلا هتلاقيه بيتكلم حلو. ليه؟ لانه بيتعامل مع ناس كتير وانماط كتير جدا. هتلاقي المحامي دايما بيتكلم حلو لانه داخل في مشاكل كتير وقضايا كتير وحاجات كتير جدا، فعنده خبرات كتير. هتلاقي ابونا بيتكلم حلو لانه هو محتك بالناس وبيتكلم كتير وبهنا وهنا وهنا وهنا. فبشوف برضو هيبة ان الموضوع برضو يعني ما نتسرعش ابدا بان انا فاهم كل حاجه وانا عارف التعامل ازاي وده الصح. اللي انا شايفه النهارده صح وانا عندي 20 سنه، غير وانا عندي 30، غير وانا عندي 40، غير وانا اكبر من كده. بالظبط كده. فالخبره بتيجي مع الوقت. وخلي بالكم ان دايما او كتير جدا بتبقى المرات الاولى او في بدايه العلاقات كل حاجه بتبقى حلوه، والوش الاولاني بيبقى جميل واللسان بينقط سكر في اول الكلام، لكن مع الوقت ومع المواقف ومع المشاكل والاختلافات بتبتدي الناس تبان. فاللي هيحكم على حد عشان أول العلاقة أو أول المعرفة الدنيا كانت حلوة، أو بقالنا فترة بنتعامل مع بعض لكن ما حصلش بيننا أي مواقف حقيقية واحتكاك حقيقي واختلاف حقيقي، اعتبر نفسك ان انت ما تعرفش اللي قدامك. صحيح. المثل اللي قالك تعرف فلان عشرته ولا تبقى ما تعرفوش، العشرة بقى بتيجي من هنا. يعني لازم لو ما فيش خناقة نخترع خناقة، صح؟ لا مش لازم نخترع. ده اللي انا فهمته منك. لا هو ده اللي فهمته، ربنا قواكوا وفهمته. ده اللي انا فهمته. لا هي الحياة هتخليكوا تتخانقوا من غير ما تقعد. لو ما فيش خناقة نفتكس خناقة، نخترع خناقة ونشوف لا انت كده عايز مشاكل وخلاص. طيب نشوف بشوي. يا استاذ بشوي صباح الفل. صباح الخير يا استاذ هبه. يا صباح الفل. صباح الفل يا استاذ بشوي، اهلا بيك. عاوزنا نتخانق، بيقول لك نفتكس خناقه ونخترع خناقه. انا عشان الناس تعرف بعض لازم يتخانقوا، ولا ايه يا استاذ بشوي؟ انا اقتنعت. لا لا الموضوع ده عايز خبره. عايز خبره عشان نطلع منه. يعني انا كنت فاتح، يعني ما كنتش فاتح، يعني عادي بعد ما طلعت ما كنتش مكسوف، ما اطلع من البيت، مكسوف ما اتعامل مع الناس، احاول اقنعهم ان انا صح، برهق نفسي في الموضوع ده خالص. أيوه. فتحت سوبر ماركت، تمام، ابتديت بقى ايه سنه ورا سنه اعرف اتعامل، بيجيني الصعب بيجيني الكويس بيجيني اخلاق حلوه بيجيني اخلاق صعبه. على حسب بقت الخبره تتكون من ان ايه
اقدر ارد عليه. يعني انت شخصيتك اتغيرت يا استاذ بشوي مع طبعا. مع الشغل والاحتكاك انت حاسس مش بس بقيت بتعرف تتعامل مع الناس لكن شخصيتك اتغيرت ما بقتش بتتكسف حتى. شخصيتي اتغيرت والاول اللي هو كنت برهق نفسي ان اثبت ان انا صح للناس او انا اقول له انا يعني ما غلطتش جيت مرهقش نفسي وهو اعمل الصح انا اعمل الصح وهو بقى يفهم طالما انت مقتنع ان ده صح اللي يفهم اللي يفهمه. برافو عليك. بس مفيش ازيد من كده لان لما ارهقت نفسي تعبت انا تعبت لكن بعد كده ما ارهقش نفسي هو فهمني صح فهمني يعني. ما فهمنيش لو بيحب براحته. صح عندك حق. شكرا لك يا استاذ بشوي. دي فكره الخبره اللي انا بقولها لك. هاتي النهارده ولد عنده 15 16 سنه بيقف مع ابوه في محل ولا حاجه ولا بتاع تلاقي الولد بيعرف يتكلم كويس جدا بيبقى مقنع بيعرف يتعامل عنده خبره في الناس ده سابق سنه. فكره تتعامل مع انماط شخصيه مختلفه حتى في اختياراتنا في الجواز سواء البنت لما بتيجي تختار العريس اللي تقدم لها او العريس لما بيختار البنت صدقني بيحكمها برضو خبرات ما بين حد ما خرجش وشاف واشتغل وراح وجه واتقابل مع ناس كتير جدا فكتير من اللي اختياراتهم غلط مبنيه على اساس ان هما كانت علاقاتهم قليله جدا جدا وما لهمش علاقات كتيره فهو ده اللي كان عامل مشكله. بالظبط كده. في ناس بقى لغايه لما تكبر ما بتعرفش الناس يعني في حد يقول لك هو انا بعد العمر ده كله لسه بتخدع في الناس وانا بعد العمر ده كله لسه مش عارف اشوف الكويس من الوحش مش عارف يبقى عندي خبره ده انا بتخدع واتسك كده في الناس. عارفين الكلمه دي كلمه صعبه قوي قوي لكن العلاقات العشره المواقف الاختلافات والمشاكل في بعض الاحيان بتخليك دايما تشوف بدل ما تقعد طول الوقت عاوز تقعد تبرر للي قدامك انك انت ما كانش قصدك وان انت عملت ده بمحبه وان انا مش عارف ايه لا انت مش محتاج تبرر لحد اي حاجه انت بتتصرف بطبيعتك بتتصرف بحسن نيه واللي قدامك لو كويس لو باقي عليك لو شريك لو فعلا هو انسان كويس ونيته كويسه مش محتاج يفهمك بطريقه مختلفه هو كده. واللي انا فهمته منك النهارده ان نعمل مشاكل لازم الناس تتخانق وتعمل مشاكل عشان مش عشان حاجه برافو. عشان يفهموا بعض. برافو. انا مبسوطه جدا ان انا كلامي اثر النهارده فيك وخليك طلعت بنتي. وانا وعدك بخناقه في الفاصل. ماشي فاصل ونرجع تاني الخناقه بتاعتنا. صباح النور. آية النهاردة بتقول قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أيوب 42:2. سفر أيوب من الأسفار اللي كلنا بنحبها. أيوب بيكلم ربنا كده وبيقول له أنا عرفت أنك تستطيع كل شيء قد علمت أنا عارف إن لا يعصر عليك أمر مفيش حاجة صعبة عندك يا رب. بيقول له عجائب فوقي لم أعرفها أسألك فتعلمني بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني. أيوب بعد 42 إصحاح كلهم كانوا ألم وتعب بيقول له أنا عرفت دلوقتي إن مفيش حاجة يا رب صعبة عليك أنا كنت بسمع عنك لكن دلوقتي شفتك. هي دي مدرسة الألم. الألم بيخلينا نشوف ربنا. الألم بيخلينا نشوف قدرته ونقول له كده يا رب غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك. في وقت التجربة ووقت الألم تلاقيه دايما هو معاك مع الفتية في أتون النار في وسط الأتون مع دانيال في جب الأسود في قلب الجب هو بيقدر يغير كل تعب ويحوله لفرح. أيوب بيقول له كده أنت يا رب في الضيقات ما سبتنيش كان حواليا ناس بيتعبوني كان ناس كتير بتتكلم وكلام الناس دايما يزود الألم ما بيعزيش كلهم معزيون متعبون. انت يا رب الوحيد كإنسان تعزيه أمه
هكذا أعزيكم يقول الرب. أنت الوحيد اللي بتعزينا. كتير بنلاقي في حياتنا أليفاز وبلداد، وبنلاقي صوفر أصحاب أيوب، أصحاب بيتعبونا، أصحاب بيقولونا كلام يجيبنا ورا، مش بيطلعنا لقدام بل بيزود الحمل ويزود التعب. لكن كلام الناس يتعب، وكلام الكتاب المقدس وكلام ربنا ينور ويديك حياة ويفرحك، لأنه هو قال كده، قال أنا كلامي روح وحياة. لما هتقرب من كلمة ربنا هتعرف قد إيه قدرته الكبيرة وقدرته العظيمة، إنه يقدر يحول كل تعب وكل مر لفرحة. أي حد بيتعبك، أي حد بيتكلم كلام مش كويس، أي حد بيقولك وبيديك طاقة سلبية، ابعد عنه. امسك في كلمة ربنا وقول له يا رب أنا عايز أشوف إيدك، قربني منك. ناس كتير هتقولك هو ربنا سايبك ليه وتعبان ليه. فمرة من المرات مدرس ملحد دخل لتلاميذه في المدرسة وقال لهم شايفين النضارة؟ إذن النضارة موجودة. مش شايفين ربنا؟ إذن الله غير موجود. رد عليه طالب صغير قال له إحنا شايفينك بتتكلم، إذن أنت موجود، لكن مش شايفين عقلك، إذن أنت ما عندكش عقل. ربنا موجود حتى لو ما شفناهوش، هو معانا لأنه وعدنا، قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ما تتكلمش مع حد وتديله تعزية وتقول له ربنا هيعوضك، وربنا إله تعويضات. التعزية الحقيقية في وسط الألم، والتعويض الحقيقي في وسط الألم. تلاقي في الآخر ربنا إدى أيوب ثلاث بنات، يميمة وقصيعة وقرن هفوك. ومعنى أساميهم يميمة يعني بداية اليوم واليوم المشرق مش أي يوم، وقصيعة جاية من معنى كاسية اللي هي بنقولها ثيابك مملوء برائحة المر والعود والسليخة. الكاسية اللي هي السليخة اللي هي عطر غالي وعطر جميل، عطر من رائحة المسيح الزكية. يبقى يومك بيبتدي بإشراق في ريحة المسيح الزكية، في الآخر قرن هفوك اللي هو الكحل، قرن الكحل. الروح القدس يكحل عينيك فتشوف عجائب في طبيعة الله، وتشوف عجائب الله معك، وتتحدث بكم صنع الله بك، وتقول كذا عندك يا رب كل شيء مستطاع ولا يعسر عليك أمر.